السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش في هذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو رح نتعلم شلون نسترجع حسابنا على الفيسبوك في حال كنا قد فقدنا البريد الالكتروني وفقدنا رقم الهاتف وفقدنا كلمة السر وما عندنا اي شيء لحتى نستعيد الحساب. يعني كان الحساب مسروق مثلا، او كنا نحن نسينا هاي المعلومات. طبعا شرح الخطوة سهل وبسيط جدا، بتمنى أن تطبقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. طبعا كما ذكرنا بالبداية، رح نتعلم نرجع حسابنا على الفيسبوك في حال تم فقدان جميع المعلومات، معنا أي شيء لهذا الحساب. طبعا هذا الفيديو هو تتم لفيديوهات سابقة أنا شرحت فيها عدة طرق لاسترجاع حساب الفيسبوك، منها عن طريق البريد الإلكتروني، ومنها عن طريق إعادة تعيين كلمة السر، ومنها عن طريق الهوية. ولكن بهذا الشرح راح يكون خطوة إضافية غير الخطوات السابقة اللي راح أترك لكم رابطها في وصف هذا الفيديو في حال ما زبطت معكم هاي الطريقة. ولكن قبل ما أكمل الشرح، أول شيء بدي نوه إلى حالي إنسانية. يعني أنا راح أترك لكم رابط شخص يعني عنده قناة في وصف هذا الفيديو. طبعا مثل ما بتعرفوا قناة اليوتيوب هي أصبحت يعني إذا نجحت يعني بتحقق دخل الناس. هذا الشخص يعني هو أنشأ قناة جديدة للعبة البوبجي، اسمها عمار السوري، رح تلاقوا رابطها في وصف هذا الفيديو. بتمنى منكم أنه تتوجهوا تدعموا وتشتركوا بقناته لحتى يفعل ميزة تحقيق الدخل. بركي إن شاء الله بتكونوا إخواني، أنتوا من بين الأشخاص يلي ساعدتوا في العمل يعني في هذا المجال وتحقيق مدخول مادي يعني جيد إن شاء الله. طيب يبقى الآن رح نتوجه إلى حسابنا على الفيسبوك. طبعا رح أضغط على تسجيل الدخول. هون نحن لازم نكتب رقم الهاتف. طيب كما ذكرنا ما بنعرف رقم الهاتف، ما بنعرف البريد الإلكتروني. رح نتوجه إلى حساب فيسبوك نشط آخر، سواء على هاتفنا أو هاتف آخر. يعني بنستعين بشخص وندخل إلى حسابه على الفيسبوك، وبنقوم بالضغط على بحث، وبعدها بنبحث عن حسابنا بالبحث لحتى يظهر لنا، نضغط عليه يطلع لنا حسابنا. مثل ما ملاحظين هذا هو حسابنا. طيب هلا هون راح نضغط على نسخ الرابط من خلال الضغط هون على خيارات، هون نسخ الرابط الى الملف الشخصي، او نسخ الرابط الى الحافظة، او نسخ رابط الحساب. يعني هلا نسخنا الرابط. طيب نرجع الى حسابنا، راح نلصق الرابط يلي حضرناه هون. لازم نمحي كل شيء عدا الرقم، يعني نمحي كل شيء قبل الرقم من اليساوي ولورا. في بعض الحالات ما بيطلع لنا رقم، بيطلع لنا كلام. نفس الامر بنكتب اي كلمة سر، لانه نحن ما بنعرف كلمة السر. لو بنعرفها كنا كتبناها. يعني لو بنعرف كلمة السر فقط نسيانين ما هو الايميل، راح نكتب كلمة السر وعندنا هذا الخيار. يعني كتبنا هون نقطة تسجيل دخول، دخلنا الى حسابنا. يعني خلصنا من اول خطوة انه نحن نعرف كلمة السر، ما بنعرف رقم الهاتف والبريد الالكتروني، سجلنا دخول. طيب هلا نحن ما بنعرف لا رقم الهاتف لا كلمة السر، راح نضغط على تسجيل الدخول. كتبنا كلمة سر خطأ طبعا، شو ما كانت لازم نكتبها. نضغط على موافق، نضغط تحت هلا هون على الخيار هاد، هل نسيت كلمة السر، هذا الخيار. هون رقم الهاتف او البريد الالكتروني ما بنعرفه، رح نكتب اسم حسابنا. طبعا نبحث عنه، هاي خطوة مهمة جدا جدا. طيب رح نبحث عن حسابنا في هذا المكان. لو بيظهر حسابكم هون، رح تضغطوا على الحساب ورح يعطيكم بعض الاجراءات. يعني فقط رح تتبعوها لحالكم، رح يعمل إعادة تعيين كلمة سر جديدة لحسابكم ورح تدخلوا عليه لو انه طلع هون. ولكن ما طلع، رح تضغطوا على انا لست ضمن
هذه القائمة. هون رح يتحنا انه نرجع حسابنا عن طريق صديق نحن كنا قد ضفناه سابقا. هون انا هلا ما عندي صديق ضيفه، لو عندنا صديق رح نكتب اسمه في هذا المكان ورح نضغط على التالي، مثلا طلع لنا هيك نضغط على المتابعة. انا ما عندي صديق، رح يرسل له طلب ورح يأكد انه هذا الشخص موجود كان على الفيسبوك. بمجرد الضغط عنده رح يعطيكم عندكم هون اعادة تعيين كلمة السر، وإذا ما زبطت معكم هاي الطريقة تبعوا الطرق السابقة يلي في وصف هذا الفيديو. بتمنى يكون أفادكم هذا الفيديو.